عسلامة. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر شوية. بعد ما تكلمنا عن الحجاب وتعدد الزوجات في الإسلام، اليوم باش نتكلموا على النكاح. وتعمدت باستعمال الكلمة الشرعية اللي هي النكاح ومشتقاتها، نعرفوها أنها وردت في القرآن أكثر من 20 مرة، أما في الحديث فحدث ولا حرج. الإسلام استعمل كلمة النكاح وقارن النكاح بالزواج وبغير الزواج. وقت نطلعوا على القرآن والسنة نراعوا ونلاحظ بصفة واضحة أن علاقة المرأة مع الرجل في الإسلام تقوم على النكاح في الدرجة الأولى بكل أنواع النكاح. نعرف احنا اللي في الإسلام فما عدة أنواع من النكاح. نجم نقوله أن الإسلام مختص في النكاح لدرجة يمكننا نقول أن الإسلام دين نكاح في الدنيا والآخرة، خاطر هو ما اقتصرش على الدنيا برك وإنما تفنن حتى في الآخرة. وكما العادة نأكد على هذه النقطة أن الإسلام ما هي إلا عادات وتقاليد عربية أخذت صبغة دينية. هذه المسألة ديما نأكدوا عليها في كل فيديو باش العباد ترجع وتشوف وتفهم. رغم أن حالة العرب قبل الإسلام وقت جاء الإسلام وانتصر محاها، نجم نقول محاها محو كلي، ولكن رغم ذلك وقت كتب التاريخ ما استطاعش ينكر ياسر حاجات. يكفي نرجع للمصادر الإسلامية نفسها نلاحظوا ونفهموا شنو كان يعيش العرب قبل الإسلام، ونرجع حتى للقرآن. القرآن والحديث نلقاو فيه ياسر حاجات نفهموا بها حالة العرب قبل الإسلام. هو صحيح محمد جاء خذ هذه العادات العربية قبل الإسلام، بدل فيها شوية، زاد عليها شوية يهودية، ولكن لو نلاحظوا خاصة في مسألة النكاح تأثرت ياسر بميولاتها الشخصية، مش ميولاته وحده، ميولاته وميولات معناتها أصحابه اللي حوله. محمد كان غروره وتجبره أنانيته وجهله خلوه يجعل الإسلام على حسب هواه يعني وعلى حسب رأيه هو. ولكن مخرجش من القاعدة اللي موجودة في المجتمع متاعه. كما ذكرت في الفيديو اللي قبل ان المرأة في الإسلام كانت لها حرية في اللباس، وكانت الطبيعة والتقاليد والعادات هي اللي تفرض عليها هذا النوع من اللباس. نعرف اللي جاء محمد في السنة الرابعة للهجرة بسبب غيرته من جهة على نساه وعدم الثقة في نفسه وخوفه من كثرة نزواته وتعديه الواضح على نساء غيره، فرض الحجاب على نسائه على نساء المسلمين. فزاد مع الطين بلة، يعني ما حسنش الوضع متاع المرأة، زاد الطين بلة كما نقولوا احنا بالتونسي، وجعل للمرأة أكثر قيود وحولها إلى كيس زبالة وأخفى كل مفاتنها يعني وجمالها وحسنها، جعلها تتنقل خالية من الأنوثة أو الجمال. هو في الحقيقة ما أخطأش عندما قال لها أقعد في بيتك،
على خاطر خروجها حقيقة المرأة كما فرض عليه الإسلام هذا اللباس، بخروجها هي تلوث المجتمع بقبحها، مش بقبحها هي كامرأة، وإنما بقبح اللباس اللي فرض عليها الإسلام. فهي ممحية الشخصية، ما عندها حتى شخصية. لكن رغم ذاك الكل كما عرفنا، هذاك ما منعش محمد باش يتوقف على رغباته وعلى نزواته. هذاك علاش في السنة الثامنة للهجرة، فهمت، بعد لا حدد تعدد الزوجات، بيان سور يعني تحدد تعدد الزوجات للاخرين، اما اللي هو خلى روحه حر، اما شاف هذاك الكل معناتها الشيء مش مقبول، فهمت، مش مقبول يعني اللي يعمل فيه مش مقبول بالكل. حشم على روحه، ساعات الواحد يحشم. نزل آية، مش نزل بريتو، هو قال لهم آية، الآية دي معروفة من سورة الأحزاب 52، منع على روحه أنه يبدل أزواجه وأنه يكتفي باللي عنده وبالملك اليمين، ما يسمى الملك اليمين. وهذه هي الآية اللي تقول في سورة الأحزاب آية 52: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. رغم اللي هذه الآية تم نسخها بعد محمد عاود بدل رأيه، ما عجبتوش، تم نسخها وسمح لروحه باش يواصل في الطغيان متاعو والتعدي. لكن من حسن الحظ انه تقتل قبل ما يحقق اهدافه الجنسية المرضية. راهو كي تجي تشوف محمد راهو انسان مريض، مش جنسيا برك، مريض في عدة أشياء، وإحنا في خلال الفيديوهات هذه الكل باش نفهم ونحاول نفهم الشخصية هذه المرضية. ولكن للأمانة، فهمت، للأمانة فهمت، محمد بدل حاجة في مسألة الزواج، وهي تحديد الزواج بأربعة للمسلمين، ولكن بيان سور ما طبقش هذا على روحه، خلى روحه عطى روحه الحرية. والمسلمة اللي تقبل هذا الشيء، أنا نتسائل هل هي فكرت مليح، هل هذا الدين اللي تؤمن به يمكن أن يكون إلهي؟ نعاود ونأكد، فكروا في الموضوع وشوفوا وافهموا وقرروا وحدكم، مش انا اللي باش نبدلكم، وحتى واحد من نجم يبدل الاخر. الانسان كي باش يتبدل من نفسه. اليوم باش نتكلموا على الجنس والنكاح في الاسلام. كما قلت لكم الاسلام مختص في هذه المساله، واول حاجه باش نبداو فيها هي المفردات، والمفردات كثيره، المفردات الجنسيه في الاسلام حدث ولا حرج. النجم نقولوا ان الاسلام خلق قاموس للجنس وللاعضاء الجنسيه والنكاح، يعني متكامل وتفنن فيه. الاسلام يعني في الحقيقه كان بارع في هذه المساله، ما فما حتى دين في العالم تفنن كما تفنن الاسلام. ويكفي أن تبحث في القرآن وفي السنة وفي الكتب الإسلامية تلقى الجنس والنكاح موجود في كل صفحاتها. لكن أكثر كلمة استعملها الإسلام هي كلمة نكاح،
وهي تدل على النكاح بيسمى فعل النكاح وتدل على الزواج. وكما قلت لكم مقارنة الزواج أو مقارنة المرأة علاقة المرأة بالرجل بالنكاح هو بحد ذاته فعل دنيء وفعل نتاع إنسان مريض جنسيا. نلقاو كلمة أخرى الكلام اللي استعملها الإسلام هي الوطء، وهي خاصة بفعل النكاح. النكاح يمكن يكون شامل، أما الوطء هو أن يطأ الذكر، ذكر الرجل، ذكر الرجل فرج الأنثى، هذا هو الوطء. يعني هنا اختصاص. هناك كلمة أخرى نلقاها في كتب الفقه وفي الكتب الإسلامية هي الوقوع، وهو أن يقع الرجل على المرأة فيطيئها، يعني الرجل يطيح على المرأة فيطيئها. وهذا النوع من النكاح هو ما نسميه نكاح سريع، يعني الراجل يدخل يوقع على مرته وينكح بسرعة. يعني نجم نقول هذا النوع من النكاح المستعجل، الراجل كان في سفر ولا ما نعرفش عليه كيفاش، يعني شوف التفنن. هناك كلمة أخرى الجماع، نلقاها في كتب الفقه. هو صحيح هذا الجماع أكثر شمولية، حيث يجامع الرجل امرأته لمدة أطول من الوقوع، ما يهبطش عليها هبطة واحدة، من تقبيل وعناق وجمع، يعني يقول احنا يعنقها حتى يصل إلى عملية الوطأ والنكاح. فما كلمة أخرى نلقاها في كتب الفقه هي المضاجعة، وهو الراجل يرقد بحذا مرته وبشوية بشوية يبدأ يتمتع بها ويتقرب لها وكذا وكذا حتى يحصل ما يسمى بالجماع والوطأ، وهي مدة أطول. والراجل حتى بعد النكاح يمكن معناتها يرقد بحذا مرته، يعني هي مضاجعة، يعني ينام بجانب امرأته ويحصل فعل النكاح أو الوطأ ثم يواصل النوم بجانب المرأة. واستعمل المسلمين كلمات أخرى ياسر، منحبش أنا كان باش نعدلكم رانا ما نعرفش شنو في الفيديو، أما باش نذكر مصطلحين ياسر مهمين جاو في الحديث، فهمت؟ وعلى لسان معناتها في الحديث وفي الفقه. منها وقت يجيو يتكلموا على امرأة معرسة يقولوا فلانة تحت فلان، والمقصود بها زوجته. هي معناتها هذه الكلمة مهذبة، ولكن تدل على أن الرجل فوق المرأة والمرأة تحته، يعني الكلمة ظاهرة فلان تحت فلان، فلانة تحت فلان، ولا مثلا فلانة تحت فلان، ولا هذيك هي. يعني معناتها شوف معناتها المصطلحات ما تخرجش على إطار الجنسي في كل علاقة المرأة بالرجل، سواء خاصة فيما يخص الزواج. فما كلمة أخرى استعملها محمد، كلمة نلقاها في الحديث موجودة، وهي كلمة جنسية عند معناتها مثل العسيلة والعسيل. في أحد الأحاديث يقول محمد معناتها مبتسم يضحك، مرأة جات تحكي على وقعت قصة، مش لازم نحكي لكم القصة، تنجموا ترجعوا لها في الكتب. أنا كما قلت لكم ما نحبش نعقد ياسر وما نحبش نستعمل مصادر، أما كل كلمة موجودة في الفيديو فتعود إلى مصدر واضح. قال المرأة جات تحكي على زوجها ومعناتها مشاكلها وكل شيء، يا أخي إيش قال لها محمد؟ فهمت؟ وهو يضحك يعني معناتها باش يوريك. يقول لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، رفاعة هذا زوجها القديم، حتى تتذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني محمد وهو يقول لك في الإسلام لا حياء في الدين، يعني من هذه المصطلحات. واستعمل محمد أيضا كلمة أخرى سوقية معروفة، هي سوقية تعتبر، وإحنا توا حتى توا مازلنا نستعملوها وتعتبر سوقية،
إلى هذا اليوم، فهمت؟ وياسر من الناس وقت تقولها يكرهوك، فهمت؟ ومحمد استعملها الكلمة هذه، هي النيك، واللي يعتبر معناتها أغلبية الناس، اليوم هذه معناتها من الكلمات، السوقية ومن الكلمات الفاحشة اللي ما يمكنش تصدر من إنسان محترم، فهمت؟ ولكن محمد والصحابة استعملوها. كي ترجع للأحاديث تلقاها موجودة، فما حديث لأبو هريرة، فهمت؟ واحد جاء عند محمد وقال له راني ما تشهد على نفسه انه ارتكب الزنا 4 مرات، ومحمد كان كل ما يقول له يتلفت هكا يتلفت هكا ما يحبش يشوف فيه، فهمت؟ معروف عليه. ففي الخامسة قال له راني ارتكبت الزنا، ايش قال له محمد؟ هل انكتها؟ هل انكتها؟ يا اخي الراجل قال نعم، فهمت؟ قال له معناتها، هذه القصة ترجعوا لها في الأحاديث، يعني أنكتها هي ناكة، فهمت؟ هي احنا نقولوا ناكة بالتونسي. اش قال له محمد؟ قال له نعم. قال له معناتها هل معناتها دخلت فيها كيما معناتها كيما نقولوا احنا المرود، نتاع الكحول في المكحلة، كما دخول المرود في المكحلة والرشاه في البئر؟ قالوا نعم. قالوا تعرف شنو هو الزنا؟ قالوا نعم، فهمت؟ قالوا الزنا هو أن تأتي معناتها في الحرام، ما تجي ما تعمل مع مرتك. قالوا اش تحب؟ قالوا نحبك تطهرني. فطلب محمد من أصحابه باش يرجموه. المهم كلمة معناتها نيك ذكرها محمد وذكروها الصحابة، ابن العباس ذكرها وياسر منهم ذكروها. ونخلي لكم الخيار انكم تبحثوا في المفردات الجنسية اللي موجودة في الإسلام وفي القرآن وعند محمد، وتتخلقوا بأخلاق رسولكم. توا احنا باش نحكيو كما قلت لكم عن النكاح. قبل ما نبداو بعد ما عرفنا المفردات نحكيو عن النكاح عند العرب قبل الإسلام. ولاحظوا وقت ندرسوا المسألة هذه وديما من المصادر الإسلامية، لأن الإسلام كما قلت لكم محا كل ما هو قبل الإسلام، ولكن واضح من مصادرهم هما نفسهم ومن القرآن ومن السنة حالة العرب قبل الإسلام. لاحظوا أن كانت هناك حرية جنسية لا مثيل لها، خاصة في مكة كانت حرية جنسية، وكانت ثم بعض العلاقات منبوذة أو غير مرغوب فيها، لكن لم يكن هناك في مكة عقاب. يعني الإنسان وقت يمارس حاجة غير مرغوب فيها لا يعاقب ولا يرجم. هذه مسألة العقاب والرجم والحدود وكل شيء جاء بها محمد من بعد، وتمشى المدينة واختلط باليهود واطلع على كتب اليهود وأخذ منهم اللي هما اليهود بيدهم ما عادش يطبقوا فيها. باهي، احنا الان توا باش نذكروا بعض انواع النكاح اللي موجود قبل الاسلام، وفي الاخر الفيديو هذه نذكروا شنية اللي منحها محمد وشنية اللي سمح بها. اول انواع النكاح اللي موجود واللي معروف واللي مشهور قبل الاسلام نسميوه نكاح البعولة، وهذا النوع من النكاح كما نشوفه في الاخر هذه الفيديو اعترف به الاسلام واقر به واعتبره هو الزواج الشرعي، وهو كان منتشر عند العرب قبل الإسلام. وهو نوع من الزواج إنه الراجل يخطب الطفلة البنية من وليها، المرأة معناتها من بوها ولا من خوها ولا من معناتها من الولي متاعها، ويدفع لها صداق ولا مهر، فهمت؟ كيما معناتها مألوف عند العرب، وفما خطبة ومهر وكل شيء، من بعد فما الإيجاب والقبول ويتم الزواج ويهز الطفلة أو المرأة وتصبح زوجته. هذا كان معروف، يعني محمد نوع هذا من الزواج ما نسميه الزواج الدائم كان معروف قبل الإسلام، هذا محمد اللي أقر به كزواج دائم شرعي إسلامي، وتو نشوفه في الأخر. لكن فمش كان هذا الزواج، فما أنواع أخرى من الزواج، فما نكاح الاستبضاء أو الاستفحال.
فهمت. وكان هذا النوع من الزواج الثاني مكروه عند العرب، ولكن ليس هناك عقاب. وهذا النوع من الزواج هو عبارة على الرجل إذا معرس بامرأة ولا عنده الأمة نتاعو ولا حاجة، وقت يجيها الحيض تتطهر من الحيض، يقول لها امشي عند فلان وضاجعه، من بعد إجا عندي وميمسهاش حتى يظهر الحمل، وقت يظهر الحمل وقتها عنده الحق يبشرها ويعمل اللي يحب. هذا النوع من أنواع الممارسات الجنسية قبل الإسلام كان الهدف نتاعها يا إما تحسين النسل، يعني الراجل يحب مثلا عنده وليد من واحد آخر باهي، يبعث مرته لواحد باهي باش يحسن النسل نتاعو، وإلا ما عندوش ولاد ويحب مرته تحبل. فهمت يعني هذاك هو معناتها معروف بهذا النوع من النكاح اللي موجود قبل الإسلام. هذا النوع من النكاح حرمه الإسلام وقتها، حرمه واعتبره زنا. يعني الراجل وقتها يبعث مرته لواحد آخر باش ينكحها لأن باش تحبل ومن بعد الولد ينسبوا ليه، حرمها. وتو نحكيو في المسألة هذيك، وهذه هي نوع من أنواع النكاح مأثور موجود، يعني نرجع في التاريخ العربي القديم وحتى عند البابليين موجود، نعرفوا احنا معناتها موجود، ومعناتها من المأثور من القصص اللي موجودة. فهمت؟ أن أخت لقمان بن عاد، فهمت، نلقاو في الأساطير العربية، كانت ضعيفة في النسل ما تجيبش، فجات لأحد النساء متاع لقمان قالت لها انا اليوم الحيض نتاعي فا وطهرت وكل شيء، خليني ناخذ بلاستك ونعمل روحي انا انت باش يرقد معايا لقمان لعلي ما انت نحبل. وبالفعل عملت العمليه وحبلت من خوها، فهمت، يعني بوليد اسمه لقيم، ترجع عليه اسطوره، مهم يعني قصه. وزيدوا نرجع قبل نلقاو هذا النوع من النكاح معناتها نلقاوه قديم معناتها بآلاف السنين موجود، فهمت، حتى التوراة ذكرته، حتى التوراة حرمته واعتبرته معناتها شيء غير جيد، معناتها معروف معناتها لا تجعل في النصوص السفر اليهودية القديمة عن كتب اليهودية تحرمه، صحيح ما ذكرتوش بالاسم إلا نفس الطريقة. يعني هنا محمد وتحرم هذا النوع من النكاح، حرم اعتماد على النصوص اليهودية. المهم نرجع ونكمل نوع النكاح، يعني هذا النكاح من أجل الولد ومن أجل تحسين النسل. فما النكاح اللي موجود في الجاهلية نسميه نكاح الرهط، هذا نوع من النكاح إنه المرأة تعاشر ياسر رجال، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ووقتها تحمل وتولد، هي اللي تختار شكون بوه. أما شنو هو؟ مش معناتها ترقد مع أي راجل، لا، مثلا تجي المرأة تقول لك أنا نحب مثلا هذاك وذاك وذاك وذاك، قداش من واحد هذوك يرقدوا معايا، ومن بعد ما عادش ترقد مع حد حتى تحمل. ووقتها تحمل وتولد، فهمت؟ هي تختار بو. هذا نعرفوها معناتها كانت ام عمر بن العاص، كانت يعني تخلى عليها وقتها اربعه من الناس، وهما العاص وابو لهب واميه بن خلف وابو سفيان بن حرب، وكل واحد انكحها. من بعد هي حبلت بعمرو، من بعد اختارت العاص باش يكون بوه على خاطر كان هو أغنى واحد وأحسن واحد، هي اللي اختارته، تنجم تختاره على الغناء، على الزين، على اللي تحب عليه هي، فهمت؟ وكان عمرو بن العاص يعايروا فيه بعد وقت جاء الإسلام، كان عثمان وعلي وعمر بن ياسر وغيرهم من الصحابة يعايروه، لأن جاء نتيجة نكاح الرهط. عمرو بن العاص معروف القصة نتاعو. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من الجنس في قبل الإسلام نطلقوا عليه بصفة عامة البغاء. وهذا الثالث حرمه زاد الاسلام، جاء وحرمه. وتو نشوفوا كيفاش الاسلام راه وقتها حرم صحيح، اما حصر
المسألة وبدلها الصيغة متاعها حتى نفهموها في آخر هذا الفيديو. الرابع هو النكاح البعض، فهمت؟ وهو كانت المرأة تحط علم قدام دارها ويدخل عليها أي راجل ينكحها ويمشي على روحه، يعني معروفة هذه معناتها قبل الإسلام، فهمت؟ وكان منتشر كثير. وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نسميه البغاء السري. البغاء السري هو أنها تكون المرأة عندها صديق يتصل بها سريا، فهمت؟ وما تبذلش نفسها لكل واحد، يعني واحد برك ديما تتقرب، سواء كانت معرسة ولا مش معرسة، وتمشي ترقد معها هدايا شخص برك، واحد برك، ووقتها تتضح أمرها تصبح باغية، أما كان ما تفتحش أمرها عادي، فهمت؟ وفما نوع آخر من البغاء السري، فهمت؟ هو أن المرأة يكون عندها رجلها، يكون عندها رجلها وتنجم تعاشر ياسر ياسر، عندها أصدقاء كثير تمشي ترقد معاهم سريا، فهمت؟ غير زوجها، ولكن الهدف نتاعها انها تستقاط. شو معناها؟ مثلا هي في حاله فقر، هي تقع في ما يسمى العرب الفقراء، معرفسه امراه معرفسه فقيره رجلها ما ينجمش يصرف عليها، تمشي تسوح في واحد باش تاكل وتشرب وتاخذ شويه حاجات وكل شيء، من بعد ترجع لراجلها، فهمت؟ يعني كيما نقولوا تخفف عليه شويه، يعني هذا النوع من هذا سري زاد، معناتها الهدف نتاعو المال ولا الطعام ولا غيره، مش الهدف نتاعو الجنس بحد ذاته. هو مثلا ما عندوش امكانيات باش يعيشها، هي تمشي تغيب عليه نهارين ثلاثه، تمشي عند واحد تاكل وتشرب كل شيء، تدبر شويه فلوس تعاود ترجع، فهمت؟ هذا ما يسمى نوعين نتاع البغاء السري. البغاء كما قلت لكم نوعين، فما السري هو ينقسم الى قسمين، الاول معناتها تكون عندها خليل واحد، والثاني ويكون معناتها الهدف نتاعو جنسي، بينما الثاني يكون عندها أكثر من خليل ولا خليل من أجل الأكل والتخفيف على زوجها. ثم النوع الثاني من البغاء هو ما يسمى البغاء العالمي، وهو يسميه زاد السفاح، وفهمت؟ وهو هدايا خاص أكثر شيء عند العرب بالعبيد والإماء، يعني هذه تحط علم كما نقولوا احنا توا لي بغداد، تحط علم وأي واحد يجي يرقد معاها، فهمت؟ بالطبع بمقابل، ويتم هذا النوع من النكاح بلاش عقد وبلاش صداق وبلاش حتى شيء، فهمت؟ هذا زاد النوع من النكاح حرم الإسلام. وفما نوع آخر، معناتها البغاء كله حرموا، حرموا أما قنوا بطريقة أخرى تنرجعوا لها، فهمت؟ فما أنواع أخرى من النكاح، فما نكاح الشغار معروف هذا قبل الإسلام، انه مثلا يجي راجل، فهمت؟ انا مثلا عندي مثلا انا عندي بنيه والاخر عنده بنيه، انا ناخذ بنته هو ياخذ بنتي، وما غير صداق ما غير حتى شيء، فهمت؟ ولا انا عندي اختي هو عنده اخته، نجي انا نعطيه اختي وهو يعطيني، يعني تبادل، فهمت؟ هذايا معروف زاد قبل الاسلام، فهمت؟ وفما نكاح واحد اخر اسمه نكاح البدل، وهو نوع من ليشونجيز ما احنا توا نسميوه. الراجل يجي يقول الراجل تعطيني مرتك ونعطيك مرتي، فهمت؟ يتبادلوا مدة معينة ومن بعد كل واحد يرجع، يعني انا مثلا انا ناخذ مرت الاخر وهو ياخذ مرتي، وتقعد معاه فترة من بعد انا نرجع له مرته وهي ترجع لي هو يرجع لي مرته. هذا نوع من النكاح البدل، يعني تتبادلوا لي شونجيزم اللي توا عندنا، جاء الاسلام وحرموه باهي. وفما نكاح الهبه قبل الاسلام، معروف ان المراه تجي تعرض نفسها على الراجل، فهمت؟ معروف في الجاهليه ان المراه تهب نفسها الراجل باش يعرس بها ولا باش ينكحها هبه، الهدف نتاعها معناتها المراه يعجبها الراجل تمشي تهب نفسها ليه. وهذا النوع من النكاح اللي كان موجود في الجاهليه قبل الاسلام، الاسلام حرمه لكن خلاه خاص بمحمد. محمد قال لك انا
اي امراه تنجم تاهب نفسها لي، اما الاخرين حتى امراه ما تنجم تاهب نفسها لي. يعني باش يوريك معناتها معناتها انانيه محمد، يعني حرم حاجه على الاخرين وخلاها لروحه. فما نوع اخر من نوع انواع النكاح اللي موجود قبل الاسلام هو نكاح المتعه، وهو يتزوج راجل بامراه مده معينه مقابل فلوس، فهمت؟ وهذا النوع من النكاح كان موجود قبل الاسلام، وبعد الاسلام اختلفوا المسلمين، الشيعه مثلا مازال محللينه، والسنه يقولوا حرمه عمر. وتو نحكيو عليه وقت نحكيو على انواع النكاح في الاسلام. فما نكاح اخر اسمه نكاح الامام. قبل الاسلام كان العربي معناتها الراجل عنده الحق ينكح الامه نتاعو او العبده، فهمت؟ وهذا النوع من النكاح اقر به الاسلام، وتو نشوفوه في اخر هذا الفيديو. وفما نكاح السبي انها توقع حرب ويتم اخذ النساء والرجال ياخذوهم، وهنا يتم تقسيمهم. والنساء نتاع القبيله الاخرى هذه في الحقيقه في قبل الاسلام كانوا يعملوه، معناتها قبيله تحارب مع قبيله وتربحها تاخذ نساها وتتزوج بها وتعتبرها يعني مش معناتها تنكحها، معناتها حق من حقوقها، فهمت؟ يعني خلينا انتصرت في الحرب، فهذاك هذه زاد نوع من النكاح كان مسموح قبل الاسلام، وبعد الاسلام الاسلام اقر به. هكايا معناتها نفهم، يعني نشوف معناتها نفهم ان محمد خلا ياسر حاجات من العادات اللي موجودة قبل الإسلام، رغم أنه يسمي معناتها قبل فترة قبل الإسلام بالفترة الجاهلية، لكن هو ما جاب شيء جديد، فهمت؟ بل أخذ هذه العادات وقننها وعملها ورتبها وجعلها معناتها مقدسة، فهمت؟ لاحظوا معناتها في الإسلام لا يختلف كثير معناتها عن النكاح قبل الإسلام. وهو معناتها عبارة أن النظام النكاح في الإسلام موارثه من الجاهلية، وأعطاه معناتها صبغة إلهية ودعمه بآيات قرآنية وحديث. بعد اللي عرفنا يعني النكاح قبل الإسلام، شفتوا معناتها كيفاش كانت الحرية الجنسية موجودة في مكة بطريقة معناتها غريبة جدا، يعني هناك حرية وما كانش فما لا حدود ولا رجم ولا جلد ولا حتى شيء. هذيك الكل جابها محمد من بعد وقت مشى للمدينة واطلع على عادة اليهود. توا نختموا هذا الفيديو باش نحكيو عن النكاح في الإسلام. وشفنا أن محمد ما جاب حد شيء جديد، هو خذا اللي هو موجود عند العرب قبل الإسلام وسمح لبعضه ومنع بعضه، فهمت؟ وسمح حاجات اللي هو برك وحاجات منحهم على كل المسلمين، وأضاف إليها ما يسمى بالحدود. قبل الإسلام كانت فما بعض العلاقات المنبوذة، ولكن ما فيهاش حد ولا عقاب، وإنما كان يمكن يعايروه الشخص بها أقعوا. جاء الإسلام وخذا من اليهود الحدود والرجم وكل هذيك الأمور والجلد والتعزير، وفرض نظام غير واقعي وغير منطقي، يعني نظام غير منطقي، واعتبر معناتها كل ما يخالف ذلك يعاقب. لكن تنجم نشوفوا محمد شو عمل بالضبط. كان يعرف محمد اللي صعيب باش تحدد الحياة الجنسية للمجتمع، فجعل ما تركز على حاجة برك، ركز على حاجة على حاجتين. أول حاجة اللي ركز عليها إن العلن، يعني في الحقيقة يعني كي نشوفوا معناتها القوانين اللي حطها لتطبيق الحدود عملها صعيبة ياسر، صعيبة بدرجة إن من الصعب وقتاش حط لك 4 شهود وكذا وكذا، يعني هذا واحد معناتها في الطريق جا وعمل هذيك الحاجة في الطريق، فهمت؟ ولكن في نفس الوقت يعني في نفس الوقت كأنه محمد شجع على هذيك الأشياء ولكن سريا، يعني هو عبارة ما حرم حد شيء، حرمها وجعل الحدود نتاعها صعبة باش تطبيقها، يعني عبارة على أنه شجع على النفاق والكذب والخداع لا أكثر ولا أقل.
فهمت؟ رغم ان الاسلام يظهر ان منع كذا ومنع كذا ومنع كذا، مثلا منع الشونجيزم، ولكن باش تثبت الشونجيزم يعني مساله مستحيله، كونش كي معناتها وقود عملوها ولا واحد اعلن عن نفسه ولا قالها ولا حاجه، فهمت؟ اللي موجود قبل الاسلام. ولا مثلا مثلا امراه تمشي تحبل من راجل اخر وتجيب للولد، يعني مساله صعب اثباتها. إذا محمد في الحقيقة ما نظم شيء، حرم صحيح، حرم بعض الأشياء، ولو نرجعوا كيفاش نشوفه معناتها اللي هو في الحقيقة ما حرم، يعني حرم صحيح في الظاهر، لكن حط قيود إنه مستحيل نجم معناتها نعرفوا كونش كيكون في العلن. يعني هو شجع على النفاق، يعني اعملوا هذاك الشيء لكن ما تظهروش، ما تشلقوش، ودمج هذاك الشيء كله اللي منعه في الإسلام نفسه. كيفاش؟ نجي نشوفوا في الاسلام، في الاسلام شنو هو اللي عمل محمد بالضبط توا في الوقت الحاضر، شنو هو انواع النكاح الموجوده. اول شيء ما يسمى بالزواج الشرعي، او ما يسمى بالزواج الدائم، او النكاح الدائم، او عقد النكاح، وهو يخطب الراجل امراه من عند ابوها ولا من عند اخوها من عند والدها، ويدفع لها صداق، فهمت، يتزوج بها. باهي، هذا معروف قبل الإسلام، معروف، ومحمد أقر به. هو جاء حدد في أربعة، يعني الإنسان ينجم، الراجل المسلم ينجم يخطب أربع نساء، فهمت، وجعل القواعد هي يجب هناك الإيجاب والقبول، وقال في نفس الوقت سكوت المرأة دليل على رضاها، يعني المرأة كي ما تتكلمش دليل على رضاها، وأعطى الولي الرخصة باش يزوج بنته ولا اللي عنده السيطرة عليها. وزاد معناته حق الإسلام ما يسمى بزواج القاصر، وهذا يخالف الإيجاب والقبول، يخالف الإيجاب، خاطر طفلة صغيرة، فهمت، حتى كانت تسكت شكون قال لك اللي هي موافقة؟ وحتى كانت تقول أي، فين تعرف هي صغيرة؟ وهنا فما خلاف بين المذاهب، سوى السنية سوى الشيعية. الشيعية يقول لك تنجم تتزوج الرضيعة ولكن ما تدخل بها إلا عندما تحيض، والسنة كيف كيف يختلفوا كل شيء، لكن يتفقوا كلهم ان البلوغ، البلوغ المرأة اللي هو يكون 8 9 سنين يسمح للرجل باش يدخل عليها، فهمت، النكاح. وهذا ما يسمى في الإسلام زواج القاصر، يعني امرأة قاصر أو طفلة. ومحمد كان المثل في هذه المسألة، فهمت، واضح. عندما نرجع للمسألة، واضح محمد كان سنة، وكان عمره 52 ولا 53 سنة، وعرس بعائشة معناتها وهي مازالت طفلة تلعب العروسة نتاعها، وتعرفوا هذا الحديث. لكن القاصر تو أبو بكر وتعرس عطاء عائشة لمحمد، يا أخي عائشة فين تفهم منه؟ كانت طفلة صغيرة، فين الإيجاب والقبول نتاعها؟ هنا جعل للولي، يعني موافقة الولي يعني هو المهم، وهنا ظلم نسميه تو بيدوفيلي. نشوف الاسلام حرم ياسر حاجات، مثلا التبادل وكل شيء، مثلا تبادل نعطيك مرتي وتعطيني مرتك، لكن ومن طن سمح بالطلاق، فهمت، يعني نجم نعمل التبادل في اطار شرعي، انا نطلق مرتي وهو واحد اخر يطلق مرته، ومن بعد هي تعرس مرتي، تعرس بالاخر ومرته تعرس بيا، ونكون عملت التبادل في الاطار الشرعي. اذا هو اللي شفنا، اللي شفناه معناتها قبل حرمه، لكن سمح به. قبل الاسلام كانت العده توصل للعام، فهمت، الاسلام جاء حددها باربعه، وانا مش فاهم فيه علاش اربعه، تنجم تكون حيضه او حيضتين تكفي. هنا نفهموا حاجه، اللي محمد بتحريمه الباغاء وبتحريمه ما يسمى الزنا، يسميه الزنا هو كل شيء، كان يركز على حاجه واحده هي ما يسمى اختلاط الانساب. هنا نفهموا ان محمد كانت عنده عقده واضحه، على خاطر هو بحد ذاته كان، معناتها نرجع للتاريخ، كان مجهول النسب، ما يعرفش بو، حتى معناتها الفقهاء اختلفوا، كان يقولوا المرأة تحبل بعد، تنجم الوليد يقعد في كرش امه عامين، فما اللي قال تنجم تقعد 5 سنين، فما اللي قال 4 سنين، وفما خلافات في المسألة هذه. وهذا الموضوع نحكي فيه على معناتها نسب محمد والاختلاف فيه، معناتها وقصته، وتنحكي على تاريخ محمد، وكيفاش فهمت جاء محمد، وكيفاش اللي معناتها النسب نتاعو مجهول،
رغم اللي هما المسلمين يقول لك لا ابوه عبد الله مات، وهذيك معناتها الاسطوره اللي اتكتبت بعد 100 سنه. لكن نلاحظ في تقني، يعني شوف اللي حرم كل محمد من الزواج الجاهليه، خاطر ذكر هو محمد تولد كان هذا القوانين تاع البغاء والرايات وكذا والتبادل وكل شيء كان موجود، وشفنا عمرو بن العاص كيفاش يعني جاء من أربعة دخلوا على امرأة وهي اختارت بو، يعني شكون قال لك اللي هذاك بو؟ فهمت؟ إذا كان التحريم والتقنين تاع محمد هو التأكد من هذاك، علاش جعل العدة وأربعة أشهر باش تتأكد من يتأكد من النسب، لأن كانت عنده عقدة في المسألة هذه. رغم اللي في الزواج وقت اتطلق 3 مرات عمل المحلل اللي هي فضيحة للمرأة وللرجل، يعني ما يقبلهاش عقل. واحد طلق مرته 3 مرات لازم محلل يجي واحد اخر يعرس بها، فهمت؟ يعني المحلل لدي معناتها فضيحة، وكل واحد يطلق مرته 3 مرات اللي زادها محمد باش يوريك اللي عقدته هي النسب، لان هو بحد ذاته كان مجهول النسب. ونعرف اللي تصرفات محمد والقران والايات وكل شيء مربوطه بشخصيته وبالعقد نتاعو، الحجاب بشخصيته وتعدد الزوجات بشخصيته انواع الزواج والنكاح بشخصيته، كل شيء شخصيته. وكان ديما يعني يجيب الايات اللي تلبي رغباته. ورغم اللي مثلا الطلاق بالثلاث موجود عند العرب قبل الاسلام، محمد ما جابوش جديد، الحاجه اللي جاب فيه جديد هي ما يسمى المحلل، يعني اضاف فكره المحلل اللي اي انسان ينفر معه مهما كان، سواء الراجل سواء المراه. تصور واحد ما تطلق مرته بالثلاث لا ما ترجعلوش الا لما ينكحها راجل اخر، وكما يقول هو معناتها في الاحاديث حتى فهمت معناتها هو يذوق عسيلتها وهي تذوق عسيلته. وقبل الاسلام كانت المراه وتطلق، كان الطلاق موجود، الطلاق مش حاجه جديده جابها محمد، راه ما جابهاش حاجه، كانت المده نتاعها عام بعد عام تعرس. لكن محمد اختصرها الاربعه اشهر كما اختصر عدد الزوجات الاربعه زوجات. هذا النوع الاول نتاع الزواج. الزواج الثاني هو زواج المتعه، وهو كما قلت لكم يتزوج المراه على مده معينه، ساعه ساعتين عام شهر شهرين، فهمت؟ مقابل اجر، فهمت؟ ومن بعد تنتهي المده يفترق كل واحد يمشي على روحه. هذا النوع من الزواج اباحه محمد لاصحابه خاصه في حاله الحرب، ولكن اختلفوا المسلمين من بعضهم. اعتبر بعض المسلمين ان الزواج هذا غير شرعي وهو زنا ودعارة، فهمت؟ ونعرف الحادثه نتاع عمر اللي معناتها اعتبره قال اللي نشوفه يعمل زواج المتعه نرجمه. ورغم اللي فما ايه قرانيه موجوده تحكي على هذه المساله، فهمت؟ ومش لازم ندخلوا في التفاصيل هذه، فهمت؟ الايه المعروفه وما تمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه من الله. ورغم اللي فما شكون قال هذه الآية تم تحريفها من طرف عثمان ونقص منها إلى أجل مسمى، كلمة إلى أجل مسمى، وكان أبي يقراها إلى أجل مسمى، يعني هذه معناتها اختلافات وما نحبش ندخل. بينما الشيعة يحلون هذا النوع من الزواج ويعتبرونه حلال ويمارسونه إلى اليوم، فهمت؟ ويستندوا على القرآن والسنة ويعتبروا معناتها تحريمه هو كان من طرف عمر فقط، وما معناتها ما يعتبروهوش زنا، فهمت؟ يعني هذا النوع الثاني من الزواج، هو زواج المتعة اللي قلت لكم فيه اختلاف بين المسلمين الشيعة والسنة. وفما أحاديث تقول لك اللي معناتها تمتعنا في عهد أبو بكر وعمر وحرمها عمر، فهمت؟ كانوا الناس معناتها هذا معناتها مش لازم معناتها ندخل في التفاصيل. بين النوع الاخر من النكاح اللي يسمح به الاسلام هذا الثاني، الثالث هو نكاح السبي. نكاح السبي كان موجود قبل الاسلام وجاء الاسلام وما انكروش، فهمت؟ حيث معناتها في النساء اللي يوقعون في الاسر في السبي يدخل بهم بعد ما يتم تقسيمهم وكل شيء. محمد كان ياخذ احسن النساء النسبيه، فهمت؟ معروفه هذه، تدخل بهم ما غير صداق ولا حتى شيء، فهمت؟
ياخذها كزوجة، ومحمد طبق هذا الشيء، وكانوا ياسر من نساء من أصحاب السبي، فهمت، كما ماريا القبطية وصفية، فهمت، وغيرهم من نساء هما أمهات المؤمنين، رغم أن محمد خذاهم وقتها، ربح القبيلة متاعهم وربح القبيلة متاعهم وخذاهم كأسرى حرب. والنوع الرابع من النكاح اللي يسمح به الإسلام أربعة، إذا الزواج الدائم، زواج المتعة فيه اختلاف بين الشيعة والسنة، زواج السبي، معناتها ما يسمى نكاح السبي، هذا الرابع. الثالث والرابع هو نكاح الإماء، وهو الرجل معناتها عنده الحق أن ينكح الأمة بتاعه أو العبدة بتاعه اللي يشريها من السوق، أي واحد يمشي يشري عبدة ويهزها للدار وينكحها كما يحب، وهو ملك اليمين، وهذا القرآن يأكد عليه، فهمت. محمد كانت عنده ملك اليمين، ريحانة بنت زيد معروفة، وغيرها وغيرها وغيرها، معناتها هذوما اللي ذكروهم، أنا ما نحبش نذكر التفاصيل الكل. إذا شفتوا معناتها كيفاش كان الأمر قبل الإسلام، وكيفاش محمد حصر ذاك الشيء في أربعة، هو الزواج الدائم، وزواج المتعة اختلاف بيه سمح به في الحروب ومن بعد عمر جاء منعه، ونكاح السبي، ونكاح الإماء. هذوما يعني أربعة أشياء اللي ذكروا في الإسلام. نظن الفكرة واضحة، وعرفتوا اللي محمد ما جاب حتى شيء جديد، فهمت، عبارة على جعل من العادات العربية دين، زعما منزل ووحي يوحى، وهو لا وحي لا يوحى لا شيء، وإنما طوع العادات العربية لآرائه الشخصية ونزواته ورغباته ورغبات أصحابه. ونظن الفكرة واضحة، النكاح في الإسلام راهو موضوع كبير وما ينفعش. ومع فيديو قادم، وبسلام.